السلام عليكم طلاب كاش الشباب شباب، السلام عليكم. محمد مقطع دي طبعا اليوم صورت مقطعين، مقطع عن الخسارة السابقة والحين بنشوف مباراتنا ضد الشرطة. خلاص لا كفاية خسارة فوز ولا يلا، هم الرابع ما نبغيهم نحن المضيف. شوف هاي تشكيلتنا عدى، يعني شو تشكيلة أنا عدلتها كل شيء، أتوقع حتى شفته في المقطع. يا رب شحات تكفى الشحات، تكفى يا المصري، أنتو المصري الثاني وياك. لا هو عشان لياقة ما دخلته. الله حسن الشارجة بيفوز شباب. لا قول لا. يا الله يا شيخ ركزوا يا عيال ركزوا، ما أنا داعي نخسر خلاص. يبنى لاعبي ما عاد شو تبون. تكفى عبد خالد. يا الله يا أخي إحنا لازم نضيع فرصنا يا أخي، نسجل أي حد. ماركوس بيرغ وينه؟ أنا قلت أريحك تسوي شيء ضد الشارجة، طلعوا الشارجة يفوز علينا. لا ما نظر، تعادل او فوز، خسارة ما نبغي ان شاء الله. بس ان شاء الله يلا 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 لعبنا الجديد موري، ما ادري شو اسمك. والله انا شكل اليوم خلاص ما عليه، حتى لو خسرنا ما عليه، بعدني بتم ادرب العين. يلا لا تقول قول اشوى كفو، عشان تجيب حارس هذا عارف انه حارس يمكن يصدم خالد عيسى، يعني محترم خالد عيسى يعني، بس اكيد في اللعبة غيره. يلا هجمة حقنا حقهم. اي المباراة ما فيها هجمات يا شباب، ما نبغى نخسر، خلهم بطاقة حمراء ان شاء الله، انا ما يخصني. تكفى عبد الرحمن يا اخي، يبو جول. يا الله شو يعني منو عندهم؟ نوير مثلا ما نجيب جول يعني؟ لا القام بعد يا اخي، ابغي اصابه اي شيء، ابغي اصابه يا اخي، اي شيء اصابه طرد عشان طرد. يلا يا الله ما ابغى تبديل انا، خلوا التبديلات بعدين، سجلوا هدف عقب تبديلات، تمشي بالتمول على الوضع وكيف بنسجل جول. يلا وروني شطارتكم يا 2-0. لا اوكي 1-0 بس 2-0 لا. اشوه تعادل، لا تخلون هذين يتصدرون، خاصة هذين. يا رب بيرغ بطاقة صفراء، ما عنده يا شيخ سوي شيء زين، بطاقة صفراء ورا بطاقة صفراء. شباب اجوات كلها حقهم ما شاء الله، الله العظيم شكلهم هذين جالتينهم. يا رب يا كريم. يا الله يا اخي ما ابغى تبديلات، سووا تبديلات ما كنا نسوي، بس الحمد لله تعادل سووا جحفل ان شاء الله، بس تعادل والله عبالي جحفلي ما جحفلي، اعوذ بالله. بعد شو هذا يعني خسرنا بعد؟ لا وين مركزنا؟ 10 ولا 11؟ والله العظيم حتى الامارات يتجاوزونا. شباب ترانا مو في الدوري صعب، ترانا برا ضد منه بس. ياك ضد رونالدو. يا الله يا شباب انا خلاص اي شيء. يا الله دي انا ما ادري عدلت تشكيلة وعدلت تي وتي تي تي دي دي دي. يلا شو تبغون يا شباب؟ خلاص سهلة فوزوا. يلا الحين حسسنا من فوز ضد رونالدو. يلا وين شو توني هذا بعد؟ شباب لازم 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 همة، ما نسوي نخسر. ركزوا، مو في الدوري دوري صعب نحنا. وين جاسم؟ خليه يدخل جاسم، ابغيك تجلد ما يخصني. هذا شكله مال أمه سالفة. لا يا شيخ، إيدي أبطيه
خلي بيرغ على اليمين احسن. جيب كايا، جيب ولا جيب جونيور، جونيور زين احس احسن على كايا. حارس البدله يا ابو، لا 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 خلي 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 حار، اي خلي حار زين. يسلم خل عامر دمبي الشحات، اوكي خل خل هذه التشكيله. المهم فلازم يا شباب نفوز ضد منو؟ ضد الجزيره. نشوف تشكيلته بس يا ساتر، هذا هذا خايفني ان شاء الله لو محل موجود، بس هذا 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 قم سعر، هذا ببيع كل حد بشتريه اكيد ما بيعطون. اوه ضغطين صفراء، يا الحمد لله. شوف شوف ما عاد بخير رونالدو يعني، ولا لاعب زين يعني غير هذي لو شي، لكن رونالدو هو الوحيد والله العظيم. مركز اول اه هم عاد تو كانوا ارتفعوا، لا ما ارتفعوا والله شكله عجبان. خلينا الشارجة يفوش شباب، واللي وصل بعد خسران ويانا، بس منو بعد ارسل مسجات. اوكي يلا ما علينا، مرات فاز ضد منو بعد نشوف. مرات يعني مرات يعني فريق ابو يصير، ولد بعد فجير ما تعرف تلعبون. شفتوا يعني قلت لكم رونالدو او مو برونالدو يعني. شوف حبيبي يا اخي انا ابغى اصابه، اصابه يا ابويا، اصابه لرونالدو، اصابه لاي حد. يا الله بس يا الله يا الله لا تشوف. اوكي هذه نهايه الحلقه يا شباب، اكتبوا لي اي شيء اسوي لاني خلاص ما في اي شيء خلاص. اتمنى عجبكم المقطع، لايك سبسكرايب شير كومنت، شوفكم على خير مقاطع اخرى، مع السلامه.